مساحة جديدة للرأي، أهلا بكم. المشروع القومي حياة كريمة أحد أهم المشروعات اللي أحدثت نقلة نوعية في حياة الريف المصري في كل اتجاهات التنمية والتطوير، حيث ساهم في تغيير شكل الريف من خلال المشروعات اللي بتجري داخل القرى من تطوير وإنشاء بنية تحتية، إقامة منشآت حيوية. وكانت الحكومة المصرية قد خصصت 150 مليار جنيه حجم استثمارات لمشروعات حياة كريمة خلال خطة 2023-2024، ده لتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية على كافة القطاعات. بتتابع الحكومة عن كثب الموقف التنفيذي لمعدل الإنجاز. للمزيد بيسعدنا ان احنا نفتح المساحة للرأي، واللي بيسعدنا ان يكون فيها معانا دكتور محمود الجنايني رئيس المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. هستأذن حضرتك قبل ما نبدأ الحوار نتابع هذا التقرير. نظرا للأهمية الكبيرة التي تليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فقد عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، كما تم تناول موقف تنفيذ مشروع العمارات السكنية بحياة كريمة، وقد تم استعراض موقف حصر وتدقيق الوحدات المحلية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة. كما تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل بنود ما تمت إتاحته من تمويلات في هذا الشأن للوزارات والجهات التي تتولى التنفيذ لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية. وحول الموقف التنفيذي لمؤشرات الأداء وفقا لأهداف التنمية المستدامة، فقد تم توصيل عدادات المرافق لعدد 328 مجمعا من إجمالي 332 مجمعا حكوميا تم تنفيذها حتى الآن، كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 120 مجمعا بجانب تأثيث 81 مجمعا وتسليم 70 من المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري داخل تلك المجمعات الحكومية. هذا ولأهمية المبادرة، فقد أدرجت مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030، كما نالت إشادات كبيرة من المؤسسات التنموية كافة والدولي باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم، حيث تستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن من أهالي سكان القرى المصرية. وكذا المتابعة الدورية التي تليها الحكومة لموقف تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة بما يسهم في توفير المشروعات الخدمية لسكان هذه القرى. أهلا بكم من جديد، برحب بضيفي دكتور محمود الجنايني رئيس المركز الإقليمي للدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. تنمية مستدامة واستشراف المستقبل هي يعني ترجمة ذكية لما يحدث الآن ومراية لمشروع حياة كريمة. يعني إيه يا دكتور؟ أولا بشكر حضرتك ولأسرة البرنامج على توجيه الدعوة، وسعيد أن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. هي الفكرة ان احنا في المركز بنربط بين التنمية المستدامة وبين الدراسات المستقبلية او بين استشراف المستقبل. هو استشراف المستقبل بيوريني الرؤية المستقبلية والسيناريوهات اللي ممكن تحصل في اي ملف، على سبيل المثال التعليم، الصحة، التكنولوجي، ايا كان الملف اللي انا بدرسه، فبيوريني رؤية مستقبلية لفترة طويلة تتجاوز 30 سنة، بتوصل لخمسين ومئة سنة، علشان اقدر اقلل عدم اليقين في المستقبل. نعم. اقدر ارسم سيناريوهات ابني عليها خطط طويله الامد. ويمكن اللي حصل في المشروع القومي الخاص بحياه كريمه بيعكس ده بشكل مباشر جدا. ازاي؟ لو قلنا ان في دراسه مستقبليه بالفعل تمت في 2010. نعم. بتقول ان عدد سكان العالم هيوصل لحد في 2050 لحد حوالي 10 مليار نسمه. نعم. ده معناه ان هو اكتر من اربع اضعاف عدد سكان العالم في 1950. نعم. وفي 2030 هيحصل هجرة من دول العالم المختلفة من القرى الى المناطق الحضرية والعواصم.
بتتجاوز ال 600 مليون نسمة في 2030. ودي كانت احدى ازمات مصر الاساسية. نعم بالظبط كده. هناك محافظات كثيرة في الريف طاردة. ايوه بالظبط تمام. فكان لازم يحصل وقفة من الحكومة. ما هو ده اللي بنقول عليه الرؤية اللي موجودة عند القيادة السيادية. نعم. السياسية. فالقيادة السياسية أول ما بدأ بعد الانتخابات الرئاسية وبعد توقيع الأهداف التنمية المستدامة في 2015 بدأ يبقى فيه رؤية حقيقية إزاي نبدأ نطور الريف والقرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا في مصر. لما نقول إن احنا بقينا مستهدفين في مراحل مختلفة من مشروع حياة كريمة لثلاث مراحل، بنبدأ بالقرى اللي هي الأكثر فقرا اللي بتتعدى نسبة 70% من متوسط الفقر. ده معناه إن الرؤية الموجودة هي مش رؤية علشان زي ما يعني ما بنحبش دايما مش يعني. مش نعم. لسنة نعم. مش لاثنين نعم. مش لثلاثة، لا ده أنا بتكلم لفترات طويلة ومشروعات قومية تحقق بالفعل طفرة حقيقية لسنوات طويلة جدا. مش مجرد خطط خمسية وخطط ثلاثية. لذلك زي احنا يعني الحكومة تعمل على البنية التحتية قبل أي شيء. يعني البنية التحتية هي ميزة برضو مشروع حياة كريمة إيه؟ إن هو بيعمل ربط بين البنية التحتية وبين كل مجالات التنمية. ما هو يعني إيه حياة كريمة؟ حياة كريمة إن أنا أضمن مستوى حد أدنى من الاحتياجات وحد أدنى من الرفاهية للمواطنين. ده اللي اتبنت عليه أهداف ورؤية والتأسيس السليم، إن إحنا ما نعملش حاجة قشور على السطح يعني ونتائجها تنتهي بعد كده. طيب يعني حضرتك بتتحدث عن الرؤية المستقبلية. صحيح. المتغيرات بقى، هل كان في ليها دور في الخطط الموضوع؟ يعني زي ما بنقول كده احنا اتفاجئنا بكورونا، اتفاجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية، هذه المعطيات إلى أي مدى أثرت على الخطط التي وضعت قبلها؟ ده برضه بيأكد لينا ونرجع تاني لنفس النقطة الأولانية اللي احنا اتكلمنا عليها. في رؤية سياسية واضحة بيدعمها ومصر عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهاز الإداري اللي موجود في الدولة عنده إلزام إن هو ينفذ الرؤية دي. فده معناه إن أي تحدي هيبقى موجود الحكومة عندها إلزام إن هي تواجهه. وده برضه ميزة إن احنا بنتكلم فيه الدراسات المستقبليه واستشراف المستقبل. الدراسات المستقبليه تخليني اعمل سيناريو ايه المتوقع حدوثه خلال ال 30 سنه القادمين وايه المتغيرات اللي ممكن تحصل واقدر ازاي ابني خطط وخطط بديله علشان اقدر اواجه اي معوقات ممكن تحصل. وده اللي حصل على الارض بالفعل. احنا بكل الظروف اللي مرت من 2020 سواء بالكورونا أو بالحرب الروسية الأوكرانية زي ما حضرتك أشرتي، مشروعات أو المشروع القومي الحياة كريمة على سبيل المثال وليس الحصر ما توقفش. نعم. لسه شغال على الأرض. ده معناه أن الحكومة كان عندها بدايل كتير لحدوث أو وقت حدوث أي أزمة أو أي طارئ تقدر تتعامل معاه بشكل ذكي جدا. لأن طبعا يعني هو حتى يعني مع استكمال هذه البرامج اللي بيحصل إن المردودها بيعود على المواطن وبيرفع من حياته. صحيح. طيب التجربة المصرية في دول كثيرة طلبت استعارتها. أيوة. كتجربة حياة كريمة، وأيضا هناك العديد من المؤسسات الدولية معظمها طبعا الخاضع للأمم المتحدة تحت مظلة الأمم المتحدة أيضا كان هناك دعم وطرح عدد من الصناعات الجديدة، دود الأز، الصناعات الصغيرة، هذه الحرف، ده شكله إيه في نسيج الخطة الكبيرة؟ طيب خلينا نروح لك إن هو لما مشروع بالحجم ده يتصنف من الأمم المتحدة إن هو من أكبر مشروعات لو ما كانش أكبرها بالفعل على مستوى العالم لتنمية القرى، ده معناه إن المشروع بالفعل محقق نتائج حقيقية على الأرض، مش مجرد مشروع وتم الإعلان عنه ونتائجه لسه ما ظهرتش. زي ما كتير في أوقات كتير كنا نسمع إن إحنا بنوضع يعني بنحط حجر أساس وبعد كده المشروعات يعني
محدش بيشوف نتائج. لكن الميزه دلوقتي ان احنا حتى المشروعات القوميه ما بنبداش ليها فعاليات واعلان عنها ووضع حجر اساس الا لما المشروعات بتبدا بالفعل تتنفذ على الارض. والامم المتحده اهتمت ليه بالمشروع ده؟ لان هو بيحقق 10 اهداف من اهداف التنميه المستدامه. اللي هي يا دكتور؟ اللي هي بنتكلم على القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، صحه جيده، التعليم، الابتكار والتكنولوجي. 10 اهداف من اهداف التنميه المستدامه المشروع اهتم بيها. ومش بس كده كمان، مش الاهداف دي بس، لا ده كمان المشروع كان مهتم جدا ولحد دلوقتي ان هو يعمل تشبيك ومشاركه بين كل المعنيين. يعني ما نقدرش نقول ان التنميه المحليه هي بس وحدها مسؤوله عن الموضوع. لا، ما نقدرش نقول ان وزاره التخطيط بس هي المسؤوله عن الموضوع. طبعا الوزارتين من اهم الوزارات المسؤولين عن تنفيذ مشروع حياه كريمه. والتنميه المحليه ليها يعني لكن ايضا المجتمع المدني، الافراد ذاتهم. لكن كمان بنتكلم على مش الحكومه بس، ده الجانب الحكومي. لكن كمان بنتكلم على المجتمع المدني ودوره الحقيقي في التنفيذ والمساعده في التنفيذ، لان المجتمع المدني بدا ينزل في القرى الاكثر احتياجا او الاكثر فقرا ويعمل توعيه بشكل او باخر للاهالي اللي موجودين في القريه علشان يوصل لهم ايه الاستفاده في اخر الطريق اللي هيوصل له المشروع بعد تنفيذه. عايزه اتوقف عند جزئيه التوعيه دي ودور المواطن نفسه في ده. التوعيه اهميتها ايه؟ هل فقط لفتح مجالات عمل ولا ايضا للحفاظ على ما هو قائم والمنح اللي بتمنحها الدوله؟ وبتشتغلوا على ده ازاي؟ يعني وعي المواطن مهم. ده وعي المواطن من اهم البنود او المحاور اللي موجوده في المشروعات القوميه على الاطلاق. ويمكن تحديدا منها مشروع حياه كريمه. ليه؟ لان انا لما اجي مثلا الاقي انا الشارع عندي مره واحده اتفتح في حاجات كتير بتجد بنيه تحتيه احنا شايفين على الشاشه تمام، واشغالات بتحصل على الارض. انا مع الوقت هبدا اروح شغل او اروح اي مشوار بشكل او باخر بيحصل نوع من التذمر. بالظبط كده. تمام. لكن لما قبل ما ابدا المشروع ابدا اوعي الناس اقول لهم ان الموضوع هيحصل فيه تحديثات في الطريق، في بعض المباني هتتبني، في شبكات طرق هتتفتح، كل ده لما المواطن بيبدا يفهمه من الاول ويعرفه من الاول بيبدا يستوعب الفكره جايه منين، لان هو في الاخير هيعرف ويتاكد ان الموضوع بيتعمل عشانه. يعني انا واحد من يعني الاهالي في الصعيد بعد ما كان عنده يعني تذمر شديد من فكرة الطرق المفتوحة على طول ومش عارف يوصل، قعد لفترة تقريبا تتجاوز الست شهور لأن المشروع كان محتاج الوقت ده. بعد ما خلص وبعد ما عملنا زيارة هناك الراجل في منتهى السعادة، لأن هو الموضوع بالنسبة له اختلف جدا، سواء في طريقة العيشة وطريقة المواصلات. طب أقدر أقول إن أيضا جزء من نجاحات حياة كريمة إن القيادة السياسية خلقت نوع شكل مختلف بين علاقة المواطن والحكومة، إن هي احتراما للمواطن وبدأت تفهمه بشكل كبير وتحترم عقليته. يعني حضرتك بتقول ده عليه ده شيء مهم. ده صحيح. هو حياة كريمة مش هو اللي بس خلق الوعي، هي يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما بدأ يتولى الحكم والرئاسة هو دايما بيقول إن في معركة وعي موجودة، الشفافية، وفي معركة وعي لازم كلنا نتوجه ليها ونعمل توعية حقيقية بالحقائق الموجودة كلها. فكان ده رؤية أصلا سياسية موجودة من بداية بعد ما الانتخابات خلصت. فدايما كان في دورات تثقيفيه بتحصل. حتى الناس بتستغرب ان بعض الدورات التثقيفيه دي ما بيبقاش ليها توقيت مرتبط بحاجه. نعم نعم تمام. فكان دايما وده جزء دورات اساسي دوريه وخلاص. بالظبط. نعم. تمام. لكن الحقيقه اثبتت ان الدورات التثقيفيه دي اللي كانت بتحصل بدعم رئاسي كامل كان بتوصل رسائل، بتوصل مفاهيم، وبتوضح بعض الحقائق الكتير جدا اللي مناسب الناس تعرفها. طب
طيب يعني حضرتك في يعني ذكرت دايما كنت بتتكلم عن جزئية المشاريع القومية الكبيرة. حياة كريمة ما بتقتصرش فقط على المشروعات القومية الكبيرة مع أنها أكبر مشروع قومي لمصر، لكن أيضا المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر زي الموزايك كده مثلت طفرة كبيرة في حياة كريمة. هي حياة كريمة خلقت فكرة كمان، أو دعمت فكرة التمكين الاقتصادي سواء للشباب أو للمرأة المعيلة. ودول كانوا أكثر فئات في القرى الأكثر فقرا وأكثر احتياجا سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية من مراحل الثلاثة للمشروع. فبدأ يحصل في دفع وقوة جديدة في تمكين الشباب علشان نتكلم ونقلل حجم البطالة، وكمان بنتكلم على المرأة المعيلة اللي هي جزء أساسي من المجتمع وباين جدا طبعا. نعم بالأرقام فعلا. بالأرقام بتقول إن قد إيه المرأة استفادت سواء من التمكين أو من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كمان. يعني الشباب والمرأة أكتر المستفيدين من حياة كريمة. عايزها يعني باستفاضة نتحدث عن هذه الجزئية لكن بعد ما نتابع تقرير الصحافة. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع التي أشارت إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لم تترك قطاعا يخدم المواطنين إلا وقامت باستهدافه وتحويله من مكان بلا حياة إلى مكان يدب بالحياة. ومن هذه القطاعات قطاع التعليم والصرف الصحي وقطاع الصحة والكهرباء والطرق والكباري وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي الوطن أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد أن مبادرة حياة كريمة قدمت خدمات للمواطنين في كل نواحي الحياة، ومن ثم فقد شملت بناء الأسقف وترميم المساجد والمنازل وبناء الفصول الدراسية التي استوعبت عددا كبيرا من التلاميذ من خارج المنظومة الخاصة بالمدارس الحكومية وغيرها، لا سيما أن مشروعات المبادرة تقدر بالمليارات لصالح المواطن الفقير في الريف بشكل كبير. وفي صدى البلد أوضح الكاتب جمال عفيفي أن حياة كريمة خلقت حالة هامة جدا داخل الدولة المصرية، وأظهرت مدى اهتمام الدولة بالمواطن المصري من خلال تقديم العديد من الخدمات، مضيفا أنها قامت بتغيير وجه الريف وأعادت له الاهتمام مرة أخرى بعد سنوات من الإهمال. وأخيرا جريدة الأهرام، إن المبادرة ساهمت في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا. أهلا بكم من جديد. برحب بضيفي من جديد أيضا دكتور محمود الجنايني رئيس المركز الإقليمي دراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وتوقفنا قبل تقرير الصحافة عند جزئية الأكثر استفادة، هم كانوا الشباب والمرأة المعيلة. صحيح. إيه اللي تم تقديمه لهم؟ كثير من المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، وده بقى بيعكس مدى التشبيك اللي حصل بين الحكومة وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص كمان. تمام. بمعنى ان بدأ يحصل مشروعات صغيرة متوسطة بتناسب المحافظات، يعني كل محافظة بقى ليها عدد من المشروعات المستهدفة ان هو يتم التنفيذ فيها طبقا لثقافة لثقافة المكان وطبقا للحرفية الخاصة والموجودة والمهن اللي بالفعل موجودة في القرى والمحافظة. طيب القطاع الخاص، يعني حضرتك ذكرت القطاع الخاص، القطاع الخاص داخل كمستثمر ولا داخل كداعم مادي معونات؟ شكل القطاع الخاص ايه في هذه المبادرة؟ بص حضرتك، هو اي تنمية مستدامة ليها ثلاث اضلاع، حكومة، قطاع خاص، ومجتمع مدني. اذا الثلاثة دول مش موجودين وحاصل تشبيك بينهم وبين توحيد جهودهم لتحقيق بس القطاع أي الخاص مشروع يسعى للمكسب، هل كان في القطاع الخاص داخل برضه بقية المكسب؟ القطاع الخاص داخل، ما هو بقى فيه دلوقتي ومن فترة بنتكلم على المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. فالقطاع الخاص برضه ده توجيه وجزء من التوعية اللي بدأت تحصل
ان لا يا جماعة القطاع الخاص مستهدف للربح وهادف للربح، لكن كمان عنده مسؤولية مجتمعية بدأ يقوم بيها بالفعل. وبنشوف كتير من المؤسسات الكبيرة انها بقى ليها جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني بتقدر تساهم في تنمية المجتمع اللي هي موجود فيه. فالقطاع الخاص طبعا له دور اساسي وله داعم ودور اساسي سواء في مشروع حياة كريمة او في كتير من المشروعات اللي موجودة كاستثمار، لا لكن كمشاركة واستثمار ومشاركة كمان. ما نستثمر معنى ان انا استثمر معنى كده ان انا بشغل شباب بشغل طاقة انتاجية بعمل مشروعات استثمارية تساعد المربع او المكان اللي انا شغال فيه، زائد كمان الموضوع الخاص بيه المسؤولية المجتمعية. برا الهواء احنا تحدثنا عن مصطلح حضرتك ذكرته هام، وهو التدخلات الاجتماعية. تغيير نمط التفكير حصل مع تغيير معيشة المواطنين، يعني المواطن اللي كان متعود على العشوائيات لما اتنقل لمدينة مختلفة فيها ملاعب فيها نظام فيها صحيح. نظافة، إلى أي مدى ده أثر على تفكيره والتدخلات الاجتماعية اللي حضرتك ذكرتها؟ بص أنا كان ليا تجربة شخصية في موضوع العشوائيات. نعم. كنا بنشتغل مع وزارة الثقافة في بناء التوعية للمجتمعات الجديدة اللي بيتنقل فيها الأهالينا اللي موجودين في المناطق العشوائية. طبيعة الأمور لما الناس بتتنقل من مكان هي متعودة فيه بسلوك معين بتتنقل في المكان الجديد بنفس السلوك، فبتمارس نفس السلوكيات ونفس الطباع في نفس المكان الجديد. ده طبعا بيعمل خصوصا لو كانت سلوكيات بتشوه المكان فبيعمل السلوكيات اللي خلقت الأزمة منذ البداية بالظبط كده. فلما الناس بدأت يحصل لها توعيه وفهم حقيقي ان السلوك ده مش مفروض يحصل، لا احنا جايين مكان جديد علشان نعيش بالفعل حياه كريمه تليق بالانسان المصري والمواطن المصري، بدات الناس بالفعل تتوجه من السلوك اللي كانت بتمارسه لسلوك تاني خالص. يعني كمان الناس بدات مش بس تغير سلوكها، لا ده كمان الناس بدات تحسن تفكر إن إزاي تنمي نفسها وإزاي تطور قدراتها الاقتصادية. بمعنى إيه؟ يعني هل مثلا الملاعب، هل فرص العمل، هل مراكز التدريب ومراكز الشباب؟ عايزة كده نظرة بانورامية على ما يحدث في المناطق اللي كانت عشوائية وبدأ وتحولت لمناطق المناطق الجديدة اللي اتنقل ليها أهلينا من العشوائيات ليها زي الأسمرات وغيره هي مناطق جاهزة بكل الخدمات الممكنة، ملاعب، قصور ثقافة، وحدات علاجية، ده نظم حياة كلها. الشباب والأطفال بالظبط كده. فالناس بدأت تدخل في الطريق ده وبدأت تفهم يعني إيه، لا ده مكان جديد أنا محتاج إن أنا أتعامل معاه بشكل مختلف، محتاج أحافظ عليه جدا لأن مش أنا بس بكون موجود وبعيش في المكان ده، لا ده في ناس تاني موجودة لازم أحافظ على حقوقها، لازم أحافظ على المظهر الحضاري اللي موجود. انخراط الشباب في الرياضة ده غير سلوكهم طبعاً. الأطفال والمدارس غير يعني السلوك وغير تلقي لي مزيد من الضوء على هذه الجزئيات. ممارسة الرياضة وأنا بقيت مجهز المكان الجديد لي يعني بمنشآت رياضية ومنشآت ثقافية، ده أثر بالفعل على الشاب لأن هو أصلا ما كانش بيشوف ده في المكان اللي هو كان موجود فيه. وكان علشان يمارس الرياضة إذا كان الموضوع يهمه بالفعل فكان بيبذل مجهود كبير علشان يروح ويتنقل لبعض المناطق أو الأماكن اللي فيها يقدر يمارس فيها الرياضة. لكن لما الاقي المكان ده مجهز لا ده أنا أحافظ على المكان أكتر، وده اللي حصل بالفعل. الناس لقت ملاعب رياضية، أجهزة رياضية مجهزة علشان هم يستخدموها ويمارسوا فيها الرياضة، لقت عندهم قصور ثقافة بتقدم توعية ومحاضرات وبعض الأعمال الفنية، بدأ يحصل معارض للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الناس بدأت تشارك بعض. يعني عايز أقول لحضرتك في منطقة من المناطق اللي اتنقل فيها المناطق العشوائية الناس بدأت تجمع من بعض 10 جنيه و5 جنيه و50 جنيه علشان يجمعوا مبلغ حتى لو بسيط يبدأوا يعملوا بيه مشروع صغير أيا كان. وبدأت بالفعل المدينة تهتم بالمشروعات دي وبدأت تعمل لهم معارض داخل المدينة، وكمان بعد كده بعدها بست شهور لو أنا فاكر صح يعني بدأوا يعملوا لهم معارض خارج
المدينه السكنيه اللي هم موجودين فيها، وده بيخلق مستقبل مختلف، لان طبعًا احنا خلقنا طبعًا طفل وشاب مختلف بعيدا عن مخدرات او بلطجه اللي كانت يعني بنعاني منها في المناطق العشوائيه. صحيح صحيح صحيح. طيب نقل الناس من مناطق لمناطق ازاي تم التعامل معاه، وخاصه وان كتير منهم كان فرص العمل متاحه في محاور قريبه منهم، ازاي تم التعاطي مع هذه الجزئيه؟ هو الموضوع برضو له علاقه كبيره بالتوعيه. انا لما اعرف ان المكان اللي انا رايح فيه هيمثل لي او يعني هيمثل لي نقله بالفعل نوعيه، سواء في المسكن بس اللي انا ساكن فيه وكمان في المنطقه السكنيه كلها، ممكن ابذل مجهود بسيط علشان اقدر اروح شغلي. وحتى الناس يعني خليني اقول لحضرتك ان المكان الجديد الناس بدات كمان تخلق فيه زي ما قلت لحضرتك قبل كده صناعات صغيره متناهيه الصغر. كانوا بيبذلوا فيها مجهود كبير علشان يتنقلوا لبعض المناطق اللي ممكن تكون بعيده عنها. طيب انا عايزه كلمه اخيره فيما يتعلق بقى بالفلوس، يعني احنا بنقول في اموال كثيره بيتم ضخها في برنامج حياه كريمه. صحيح. 150 مليار. أيوة. خلال الخطه الماليه الاخيره الحالية للدوله. ده مبلغ كبير تم رفعه عن الاعوام الماضيه. صحيح. هل هو كافي؟ هل هو مجزي؟ هل هو مهم؟ تفسيره ايه ونتائجه ايه؟ بص حضرتك، انا تفسيره بالنسبه لي، انا بحب دايما اربط الاحداث ببعض وامشي دايما في نقط في خط مستقيم. نعم. كون ان الحكومه ترفع يعني الميزانيه الخاصه بحياه كريمه ل 150 مليار في وسط الازمات والتضخم الحالي، نعم، ده معناه ان الرؤيه اللي تم وضعها في الاول هي رؤيه سليمه. نعم. ده معناه ان في اصرار شديد جدا من القياده السياسيه ومن كل الوزارات المعنيه بالتنفيذ والاشراف على تنفيذ المشروع. ده معناه ان ايا كانت السيناريوهات اللي بتحصل حوالينا في المنطقه كلها بتاثر على الدوله المصريه، لكن الدوله المصريه عندها اصرار شديد جدا ان هي بالفعل توفر حياه كريمه للمواطن المصري بكل ابعاده، سواء من بنيه تحتيه أو تطوير على المستوى الشخصي لكل مواطن. فهو ده الإصرار، ده بيدينا رسائل إن في بالفعل رؤية واضحة وإصرار شديد لرفع مستوى المواطن المصري. يعني ما عنديش حاجة أقولها بعد ما ذكره ضيفي الكريم عن الإصرار على التنمية. بشكر دكتور محمود الجنايني رئيس المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. بشكر فريق عمل مساحة للرأي، والشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم. شكرا جزيلا لحضرتك.